السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي مساكم صبايا. اليوم رح نتعلم تسريحة شعر للأفراح، كتير حلوة وسهلة للمبتدئين. رح نتعلم هالتسريحة خطوة بخطوة، بس قبل ما نبلش الفيديو صبايا لا تنسوا تضغطوا إعجاب على الفيديو وتفعلوا زر الاشتراك وزر الجرس ليصلكم كل جديد. وهلا صبايا، أول شي رح نعمله بعد ما سحبنا كامل الشعر باستشوار، رح نفرق الشعر من المنتصف، بعدها رح نحدد 3 أصابع من شعر المقدمة ونفصل شعر الغرة مع شعر السوالف بشكل عرضي. بعد الصبايا رح نحدد اصبعين فوق الاذن ومنقسم الشعر من الخلف لقسمين بشكل عرضي. وهلا صبايا رح نبتدي بشعر قمة الرأس. رح نبتدي نسحب خصل عرضية على عرض الرأس. رح ننفش خصل الشعر بشكل قوي من عند الجذور، عدا أول خصلة رح يكون تنفيشها بسيط لنقدر نحصل على بف نظيف. وبنرجع بناخد خصلة من اليمين وخصلة من اليسار، بنرش عليها بودرة مكثفة وبننفش الشعر بشكل منيح من عند الجذور، وبنطبق هالعملية لننتهي من كامل شعر قمة الرأس. ولنتعلم صبايا طريقة التنفيش الصحيحة، نمسك خصلة الشعر من الأطراف، بعدها بنمشي بمشط الشعر من منتصف الخصلة لعند الجذور، ومنرجع منعيد هالعملية لنحصل على التنفيش المطلوب. ونقطة كتير مهمة للصبايا اللي ما عم تقدر تحصل على هاي البودرة، عادي صبايا فيكن تستغنوا عنها وتستبدلوها بالسبراي المثبت العادي. وهلا صبايا بعد ما نفشنا كامل شعر قمة الرأس، رح نسحب كامل الشعر للخلف وبنبتدي نمشط وش الشعر بس لنحصل على بف نظيف. وهلا صبايا بعد ما نظفنا نفخة الشعر، رح نبخ عليه سبراي بشكل منيح وبنرجع بنمشط وش الشعر ومنثبته عند قمة الرأس من الخلف. وهلا صبايا رح ننتقل لشعر الغرة. رح نفصل شعر الغرة عن شعر السوالف بشكل طولي، بعدها رح نسحب القسم الأول من شعر الغرة، بنثبت ايدنا على جنب وبنبتدي بتنسيل شعر الغرة باتجاه أعلى الرأس، بنبخ عليه سبراي بشكل منيح وبنتركه ليجف بشكل كامل، بعدها بنثبت بكلة شعر بشكل عرضي لنحافظ على رفعة الشعر. قبل ما نتأكد إنه نشفت الخصلة بشكل منيح، بنثبت عود خشبي على جانب الرأس وبننزل خصلة الشعر فوق العود الخشبي لنحافظ على رفعة الشعر. وهلا صبايا بعد ما نشفت الخصلة من الأعلى بشكل كامل، رح نمشط أطراف شعر الغرة بشكل منيح، بعدها بنسحب الغرة على جانب الرأس، بننسلها تنسيلات بسيطة من عند الأذن، وبنثبتها عند أسفل البف من الخلف. وهلا صبايا بعد ما انتهينا من القسم الأول من شعر الغرة، رح نرجع نعيد نفس العملية على القسم الثاني. Thank you.
وهلأ صبايا بعد ما انتهينا من شعر الغرة رح ننتقل للشعر من الخلف. رح نسحب كامل أطراف شعر المقدمة من الخلف عدا شعر الغرة رح نتركهم على جنب. بعدها نسحب كامل الشعر ومنثبتهم بربطة بمنتصف الرأس من الخلف. بعد الصباح رح نسحب كامل ربطة الشعر باتجاه مقدمة الرأس، منحدد 2 سنتي بعد ربطة الشعر ومنثبت ربطة الشعر الثانية عند هي النقطة. وهلأ صباح رح نجيب بفة مستطيلة الشكل ومنثبتها فوق ربطة الشعر. وهلأ صبايا رح نبتدي نسحب خصل الشعر اللي ربطناهن من الخلف بشكل عرضي. رح نفش الخصلة بشكل بسيط عند الجذور ومنرجع منعيد هالعملية لننتهي من كامل ربطة الشعر. هلا صبايا بعد ما انتهينا من تنفيش كامل ربطة الشعر رح نثبت ربطة الشعر بإيدنا ونمشط وش الشعر لنحصل على باف نظيف. وهيك بنكون وصلنا للنتيجة النهائية من التسريحة صبايا. بتمنى تنال إعجابكم وبتمنى تحطوا لي رأيكم فيها بالتعليقات. وإذا عجبكم الفيديو صبايا لا تنسوا تضغطوا إعجاب على الفيديو وتفعلوا زر الاشتراك وزر الجرس ليصلكم كل جديد. بحبكم كتير ولا تنسوني من دعائكم.